يسعدني طبعا ويشرفني أحب طبعا أشكر أخي العزيز أستاذ دكتور هشام درويش وببارك له على المؤتمر اللي بيضم قامات علمية من كل الجامعات المصرية وبما يحوي من مضمون علمي هائل. طبعا دكتور هشام طلب مني محاضرة البلاد جلوكوز أو نيونيتال بلاد جلوكوز هوميوستيزيس. حقيقي المحاضرة ديت هي محاضرة كبيرة قوي، فأنا هحاول أختصر الأمور بقدر الإمكان. لو إحنا قرينا الكيس سيناريو دي هنلاقي فول تيرم ميل إنفانت بورن at 33 old mother para 3 gravida free no gestational diabetes. The baby was notably macrosomic with shoulder dystocia. يعني الولد macrosomic وجاله shoulder dystocia requiring a post pressure ventilation. الأبجار سكور كان 2 عند الدقيقة الأولى وكان 8 عند 5 دقائق. الولد لما طبعا ده هنا بيبي ات ريسك اوف نيونيتال هايبوجلايسيميا اتعمل له سيرم جلوكوز طلع 37 مللي جرام دي. للوهله الاولى اي حد فينا هيقول ده ولد عنده ترانزيانت نيونيتال هايبوجلايسيميا، ومجرد ان احنا هنبدا معاه الفيدنج وخاصه ان هو اسيمبتوماتيك الدنيا هتعدي. اللي حصل ان هو بدا الولد ده ياخد ريجولار فورمولا فيدنج وبدا معاه انترافينوس ديكستروز انفيوجن ات ريت اوف 9 مللي جرام بير كي جي بير مينت. لوحظ ان الولد مع استمرار النيونيتال الفيدنج الا انه البلاد جلوكوز بتاعه تو بي مينتيند ات ليفل اوف 60 مللي جرام دي ال ويذن ذا فيرست 3 دايز. الولد ده كان محتاج يوصل بالجي اي ار بتاعه الى 17 مللي جرام. يبقى معنى كده ان الموضوع از نوت سمبل ترانزيانت نيونيتال هايبوجلايسيميا، يبقى هنا في مشكله لازم ندور عليها. ده ديفرنشال دايجنوزس، يعني ولد عنده ثلاث ايام ماكروسوميك البلاد جلوكوز بتاعه ما بيتظبطش رغم ان احنا ادينا جي اي ار 17 مللي جرام بي ال. بدأ الناس تفكر ان الولد ده يكون عنده حاجه اندوكراينال هايبو بيتيوتيريزم ادرينال انسفيشنسي جروس هرمون ديفيشنسي او امبورن ايرور اوف ميتابوليزم او كونجنتال هايبر انسولينيزم. يعني هو هنا it is not a case of transient neonatal hypoglycemia, it is a case of resistant neonatal hypoglycemia. Resistant لا تتوقف على هو عمره قد ايه، ممكن يبقى عمره يومين ثلاثه بس الـ no response to the regular infusion of dextrose ده بيخليني افكر ان هو persistent. فتاخد critical sample لهذا الطفل وتعمل له طبعا اللاب بتاعه طلع عنده elevated serum glucose، لا decreased serum glucose، elevated insulin، elevated cortisol، elevated growth hormone، والبلاد جلوكوز بتاعه كان 41 مللي جرام دي ال. وبس في غلطه في ال undetectable ketones and undetectable free fatty acids. يعني احنا استبعدنا هنا المشكله بتاعه الفاتي اسيد اوكسيديشن والكلام ده وبقينا محصورين في حاجات اندوكراينال، فهي الحاله بالمنظر ده اتشخصت نيونيتال هايبر سبلينيزم. اتشخصت ازاي؟ اكسيدنتالي بياخدوا الفاميلي هيستوري، فالام قالت ان هي عندها بنت عندها 13 سنه. ده بيبين لنا قد ايه مهم جدا للناس اللي بتشتغل انها تاخد بروبر هيستوري تيكنج، يعني هم ميسنج الفاميلي هيستوري واكتشفوه اكسيدنتالي ان في طفل عنده 13 سنه. هذه الطفله عندها نفس الديفيكلتس حصلت معاها اتيرس وتشخصت بالجينيتك ستادز ان هي عندها حاجه اسمها اي بي سي سي 8 جين كونسيستنت ويز كونجينيتال هايبر انسولينيزم. يبقى معنى هذا الكلام ان الحاله دي اتشخصت من الفاميلي هيستوري، فلو من الاول حضر الولاده
وتعامل مع المريض ده خد بروبر فاميلي هيستوري كانت الدنيا اتحلت من زمان. طبعا الكونجنتال هايبر اسبرينيزم لها علاج طبعا اللي هو بنبدا بالديازوكسايد حاجه اسمها الاوبتيرويدز او الجلوكاجون، ولو في فيلير بنضطر في الاخر نلجا للسيرجيكال تريتمنت. فدي اول حاله اللي هي حالات النيونيتال هايبوجلايسيميا اللي احنا بنتخبط فيها كل يوم والتاني. من ضمن الحالات الثانيه حاله نيونيتال دايابيتس برضو. والنيونيتال دايابيتس على فكره يعني هو مش بيتشخص في النيونيتال بيريد غالبا بيوند ذا نيونيتال بيريد، يبدا في النيونيتال بيريد، لكن غالبا في اطفال كتير بيتشخصوا بدري متاخر اب تو 8 شهور و9 شهور. انا عن نفسي شفت حالتين كان عمرهم 8 شهور والعيال دول كانوا جايين بسيفير دي هايدريشن ان اكسبليند دي هايدريشن، في فوميتنج، ما فيش دايريا. المهم الولد عايز يشرب ميه كتير وسيفير دايجريشن. لما اتعملوا البلاد جلوكوز راندوم طلع عالي جدا وتشخص دايابيتس عند 8 او 9 شهور. اكشوالي ذس كيس اوف نيونيتال دايابيتس بس هي بريزنتنج بدري. نيونيتال دايابيتس في منه تو تايبس، في ترانزيانت وفي بيرمننت. ترانزيانت ممكن يعني يبقى في شويه ديستربنس في البلاد جلوكوز ميتابوليزم والدنيا تتظبط بعد كده، والبريزستنت ممكن يكمل بعد كده خالص. فالحاله ديت هي كان عمر الطفل في الحاله دي كانت في ميل 9 ويكس بريزنتد تو ذا ايمرجنسي روم باي سيفير ديهايدريشن ريسبيراتوري ديستريس اند ليتوش. ان ذا دايز برايور تو ادميشن شي هاد ديمانجد اورال انتيك، يعني بدا يبقى فيه لوس اوف اورال انتيك، فوميتنج، دايريا، ليسرجي، وفقدت 1 كيلو جرام في خلال 4 ايام. يعني جالها طبعا سيفير ديهايدريشن ادت ان يبقى فيه 1 كيلوغرام لوس within 4 days. عمل لها طبعا investigations، البلاك جازز طلعت عندها سيفير ميتابوليك اسيدوزس، البايكارب كانت واقعه خالص كانت 4.7، الصوديوم عالي، البوتاسيوم وزر نورمال، البلاك جلوكوز كان 476. لما اتعمل يورين اناليسيز طلع عندها كيتون بوديز وطلع عندها بلاس 4 شوجر. يبقى شخصت الحاله بالمنظر ده انها دايابيتيك كيتو اسيدوزس. المهم طبعا هي كانت فيبرش شويه فتعمل لها سي بي سي طلع فيها شيفت ولا ليفت، وبدات تاخد الكنترول بتاع الدايابيتيك كيتو اسيدوز بصوره انسولين انفيوجن، وخدت الامبيريك انتيبيوتيك ثيرابي عشان الهايبرثيرميا. المهم الحاله اتظبطت ويزن 5 دايز، وبعد كده اتحولت لاندوكرينولوجيست. الراجل عمل شيفت بين الانسولين لسلفونايل يوريا، وهنعرف السلفونايل يوريا بيعمل ايه. عمل جينيتك ميك اب بعد كده للحاله ديت، طلعت عندها جين ميوتيشن اي بي سي سي 8. المهم يعني الحاله هنا بنقول انه حالات الجينيتال دايابيتس هنا بنتعامل معاها دايما، يعني في مفهوم يمكن واصل لنا انه النيتال دايابيتس ده يتعالج بالسلفونايل يوريا او الاورال هايبوغلايسيميك. مش كل حالات النيونيتال دايابيتس هتتعالج بالطريقه دي، اللي يتعالج بالطريقه دي بس هو حاجه اسمها الكي اي تي تي اي شانل، يعني في حاجه اسمها شانل ديفكت. احنا عارفين الانسولين بيبقى موجود في البيتا سيلز وبيخرج من خلال جيتس، فالجيتس دي بتحتاج الاي تي بي. في الحاله دي اللي بيحصل ان الانسولين بيتكون في البيتا سيلز في البنكرياس بس مش هيخرج لبره، فيبقى الولد اكشوالي عنده سيلز بتصنع الانسولين لكنه مش بيخرج بلد سيرم وما بيأديش الرول بتاعه. طب لما ايه قيمه السلفونايل الجيتس دي وتخلي الانسولين يطلع للسيرم ويبتدي يؤدي وظيفته؟ طبعا ممكن النيونيتال دايابيتس يكون نتيجه ابليزيا او هايبوبليزيا اوف ذا بانكرياتيك سيلز، يعني ولد عنده ايجينيسيس هايبوبليزيا اكيد مش هيبقى عنده انسولين بالقدر الكافي، وفي حاجات كتير ممكن طبعا تسبب نيونيتال دايابيتس. الحالتين دول عشان نقدر نستوعب القصه انا هنتكلم بسرعه حته فسيولوجي كده، مش حاجه تتفهم بعيد عن الفسيولوجي. فسيولوجي اللي هو بتاع النيونيتال بلاد جلوكوز هوميوستيزيس، ايه اللي بيحصل بالظبط؟ البلاد جلوكوز انا عايز الواد اللي عندي ده
البلد جلوكوز ليفل بتاعه يبقى كام؟ عايزه يبقى من 70 ل 150 مللي جرام دي ال ان ذا نيو بورن بيبي. طب ايه مشكلتنا؟ مشكلتنا ان الطفل ده بيبقى في الانترا تراين لايف، بعدين بينزل ويتفصل من الام، فبيحصل تغيرات مهمه جدا نتيجه الماتيرنال سيبريشن فروم the supply of glucose and the other nutrients abruptly cease. The newborn infant has to mobilize HCG boots. يا هو خلاص ما بقاش ياخد من امه، لازم يعتمد على نفسه. طب يعمل ايه هذا الولد؟ ده مجرد ما البلاد جلوكوز بيقع يبتدي يعمل انيشيشن لحاجات ترفع البلازما جلوكوز كونسنتريشن، يزود الجلوكوز برودكشن باي جلوكو نيوجينيسيس، ويعمل ستيموليشن للابيتايت، يعيط عشان عايز يرضع، وانهانسمنت اوف فاتي اوكسيديشن عشان يبقى في سورس للانرجي، لو هو ما رضعش يتاخر في الرضاعه يبتدي يلجا للفات اوكسيديشن. In coincidence with this clamping of the umbilical cord, there is an acute surge in the level of circulating epinephrine, norepinephrine, and glucagon, and the fall in the level of insulin. يبقى لما الامبيريكال كورد بيتقطع والواد بينزل من بطن امه بيلجا للمختزن بتاعه، هيبتدي يعمل جلوكونيوجينيسيس، هيبتدي يدور على فات اوكسيديشن، لو الدنيا طولت شويه يعيط عشان يرضع، في نفس الوقت الانسولين بيقطع ويحصل سيرج اوف ذا كاونتر ريجولاتوري هرمونز. مين الهرمونز اللي بترفع البلاك جلوكوز؟ النور ابنفرين والجلوكاجون والكورتيزون. These hormones concomitantly mobilize. تعمل ايه الهرمونز دي؟ هتحرك الهيباتيك جلايكوجين، stimulate gluconeogenesis resulting in steady rate of glucose production and maintenance of the plasma glucose concentration. بالمناسبة البلازما جلوكوز بتاع البيبي بيمثل 80% من بتاع الأم قبل الولادة. طبعا after birth the plasma glucose concentration يبتدي يقع، reaching the lowest value من 30 ل 90 دقيقة، يعني 30 ل 90 دقيقة بعد الولادة غالبا الولد هيبقى وصل لأقل ليفل ممكن يوصل له من البلاد جلوكوز، فلو في هايبوجلايسيميا هتبان، غالبا هتبان في السن. يبقى لو الولد ده after 4 تدي increase of the blood glucose level بيحصل عشان يوصل ل 40 ل 80 مللي جرام دي ال، وده is maintained with interaction between insulin and the counter regulator بتاعه. لما يقع هيبتدي يستدعي الريزيرف بتاعه. الريزيرف بتاعه هيجي منين؟ هيجي من هرمونز اسمها الكاونتر ريجولاتوري هرمونز، اللي هو نور ابنفرين، جلوكو كورتيزول جروس هرمون، اند جلوكاجون. برونجد فاستنج ستيت، لو حصل والولد ده طول شويه هيبتدي يستعمل فاتي اسيدز، وهنا يبتدي يبان كيتون بوديز. عشان كده دايما من ضمن الانفستيجيشنز بندور على الكيتون بوديز ان يورين. With decrease in hepatic glycogenesis and increase in gluconeogenesis in response to increase to circulating the glucagon and decrease insulin concentration. طيب القصة دي ماشية كويس لو الولد full term وعنده reserve كويس من ال stored nutrients. طب ما بالنا بالولاد بقى اللي هم low birth weight أو النيونيتس اللي هم preterm. Low birth weight and neonates, the balance is impaired. The balance between the insulin will counter regulatory hormones with the deposit and the well FD impaired. The limited reserve من deposit and combined with increased energy requirement of the newborn. هو عنده قلة مخزون وفي نفس الوقت عايز energy. The preterm well. In this period, the frequency of hypoglycemia is increased, but hyperglycemia is not rare. يعني ممكن يعني الديستربنس ده يعمل لي في اغلب الاحوال هايبوجلايسيميا، لكن ده لا يمنع ان احنا بنشوف بعض الاطفال عشان الاستريس الهايبرجلايسيميا تبقى موجوده. اذا انا لما فهمت الفسيولوجي، لما يحصل ديستربد للفسيولوجي يحصل هايبوجلايسيميا يحصل هايبرجلايسيميا. هنتكلم بسرعه، طبعا الرسمه دي بتبين لي الفسيولوجي بتاع الجلوكوز هوميوستاسيس كوميونيت. هنخش بسرعه على النيونيتال هايبوجلايسيميا، هنعدي عليها بسرعه. الديفينيشن بتاع النيونيتال هايبوجلايسيميا حقيقي، وما حدش لغايه دلوقتي ما حدش متفق
على النيونيتال هايبوجلايسيميا الليفل بتاعها ايه بالظبط، لكن بنقول انه في خلال الفيرست 24 اور انا مش عايز البلاد جلوكوز يقل عن 45 ومش عايزه يقل عن 50 في ال 48 اور. طبعا الكلام ده ايه بعد البوست برانديال يعني قبل ما اجي اكله، وفي نفس الوقت مش عايز يقل عن 60 بعد 48 ساعه، يبقى اول 24 ساعه مش عايز يقل عن 45، يبقى ما قل دخل في ريسك اوف هايبوجلايسيميا، مش عايز يقل عن 50 بعد 48 وعن 60. طيب بالتالي في ستادي اتعملت هي قديمه، ما فيش يمكن ستاديز جديده اتعملت اللي هو بتاع لوكاست، قال انه الليفل بيلو 47 مللي جرام دي ال تاني تايم از كريتيكال. يعني لو انا جالي ولد البلاك جلوكوز بتاعه لقيته تحت 47 ده كريتيكال، ممكن يعرض الولد ده لنيونيتال برين انجري. انا مش يعني هنقلب بسرعه على السلايدز يعني. طب مش الباثوفيسيولوجي زي ما قلنا العيال بيجي لهم ليه؟ ما عندوش ستورز وعنده ديماند، فكده الدنيا محلوله وكلنا عارفين القصه دي. الرسمه دي حلوه قوي لانها بصراحه بترخص الريسبونس للهايبوجلايسيميا. هيطلع عندي لو حصل هايبوجلايسيميا الانسولين هيقل، الجلوكاجون، الابينفرين، الكورتيزول الجروس، كل دول بيعلوا، كل واحد فيهم ليه دور بيلعبه في ان هو يوفر الجلوكوز ويقلل استخدامه للانسجه للاذر بودي تيشوز عشان يوفره للبرين. احنا عارفين البرين هو المين كونسامشن او كونسامتور للجلوكوز، عشان فبالتالي لو الجلوكوز قل اتيني تايم هيحصل دامج. النيونيتال هايبوجلايسيميا بتبقى ترانزيانت او بريزيستنت. بريزيستنت تعريفها اللي هي اذا حصلت بعد السبع ايام الاولى، او زي ما شفنا في الحاله اللي هي عرضناها في الكيس سيناريو ان الولد كان ثلاث ايام بس كان عنده يعني هايبوجلايسيميا نوت ريسبوندنج للنورمال او للروتين ادمنستريشن اوف انترافينوس جلوكوز. يعني عموما تاخد خمس دقائق بس، ممكن خمس دقائق. طيب هنا الكوز منتال هايبوجلايسيميا، يعني طبعا هم بيتلخصوا حاجات فيها انكريز انسولين، حاجات فيها ديكريز ستورز، انكريز نيدز، او ان اديكويت برودكشن او سبستريت ديليفري. يعني دي الاسباب اكيد كلنا حافظينها، مش محتاجين نعمل. امتى هعمل بلاد جلوكوز مونيتورنج في النيونيت؟ زي ما قلنا الحالات اللي فاتت دي لو انا شفتها اكيد كلهم عايزين بلاد جلوكوز مونيتورز. فاني ريسك فاكتور او السيك انفانت، والجدول ده بيبين المونيتورنج ازاي يتعمل. كلينيكال بيكتشر طبعا كلنا عارفينها مش هنختلف عليها، حاجات ريليتد للاوتونوميك نيرفس سيستم وحاجات ريليتد للديفيشنسي اوف جلوكوز على البرين. المهم طبعا في الانفستيجيشن، طبعا امتى هحتاج اعمل انفستيجيشن؟ غالبا في حالات البريزيستنت هايبوجلايسيميا، وهحتاج اعمل انسولين سي بيبتايد، كورتيزول جروس هرمون، هيدروكسي بيوتريت لاكتيت، فاتي اسيدز، تي اس اتش، وفي اليورين مهم قوي الكيتون والريديوسنج سابستنس والاورجانيك اسيدز. السكيما دي خفيفه قوي كده بتبين لي لو في هايبوجلايسيميا هبص على الانسولين ليفل وعلى الكيتونز. في اليمة الثانية برضه لو لقيت الكيتونز واطية والانسولين عالي يبقى هايبر انسولينيميا، لو واطية ومفيش فري فاتي اسيد يبقى، ولو لو الانسولين لو وهايبوجلايسيميا افكر في فاتي اسيد اوكسيديشن. اليمة الثانية اكيد كلنا برضه اللي شغالين في النيوناتولوجي عارفينها. التريتمنت مش هنتطرق اليه يعني، برضه انا بس عايز انط على الحتة بتاعت الهايبر، ان في حاجة اسمها الجلوكوز جيل، ده ممكن طبعا مهم جدا نقدر نستعمله في حالات النيونيتال هايبوجلايسيميا لما ببدا فيدنج في الاسيمتوماتيك نيونيت. الجلوكوز جيل ده ممكن يساعد معايا قوي، اللي هو باخد تقريبا نص البودي ويت بالمليليتر وبعمل له مساج في البطن الجلوكوزا، ده بيمنتين البلاد جلوكوز ليفل كويس قوي ان بتوين فيدز. طيب نخش على بس بسرعه، هتكلم على النيونيتال هايبرجلايسيميا بس عشان في حاجتين مهمين عايزين نعرفهم. النيونيتال هايبرجلايسيميا طبعا معناها ان البلاد جلوكوز ليفل بتاعي في النيونيت اعلى من 150. امتى بتدخل وبعالج نيونيتال هايبرجلايسيميا؟ لو البلاد جلوكوز اكتر من 200 ومعاه جلوكوزوريا بلس 2.
يبقى ده على طول الكانديديت ان انا اي هاف تو انترفير باي تريتمنت. يعني مش حاجات برضو كلها ممكن يهمني، بس هنا حاجه مهمه قوي اللي هي الياتروجينيك هايبوجلايسيميا او الهايبوجلايسيميا ريليتد تو دراجز. الحاجه برضو اللي هي المهمه هنا حكايه الليبيد انفيوجن، عشان ممكن يبقى فيه هايبرجلايسيميا مع حالات التي بي ان. يعني لما الاقي ولد بياخد تي بي ان وبياخد انترا ليبيد والبلاد جلوكوز عالي ما تخضش، يعني كل اللي انا اعمله بس ممكن اريديوس الريت بتاع الاي الجلوكوز جي اي ار، ممكن ده يوطي البلاد جلوكوز ليفل من غير مشاكل. طبعا الحاجه بس المهمه هنا الليسته دي اللي هي دراجز كوزنج هايبرجلايسيميا، لان احنا تقريبا دي بنستعملها طول النهار في النيونيتال يونت. المذر شي از ريسيفنج بلاد جلوكوز، يعني الانترا بارتم بندي جلوكوز للام قبل الولاده، ممكن ده يبقى يديني ارتفاع لنسبه بلاد جلوكوز في البيبي ويخضني شويه. الحاجه الثانيه انه وانا بحسب، انا خلاص بس السلايد دي تقريبا، انا وانا بحسب البلاد الفلويدز بالذات للاولاد البري تيرم، بدي مثلا المفروض ادي الواد 80 ملي لتر بير اي جي، انا حاسب له على 100، ممكن ده يعلي البلاد جلوكوز، وانا في الحاله دي محتاج ان انا اظبط له بس الانفيوجن ريت بتاعي. الماتيرنال كوزز بقى اللي هي الدراجز الام بتاخدها زي الديازوكسايد، واحنا زي ما لسه كنا بنتكلم ان الديازوكسايد احد الدراجز اللي بستعملها في علاج النيونيتال هايبوجلايسيميا، فلو الام بتاخد ديازوكسايد عشان هايبرتنشن ممكن يعدي للولد ويعمل لي. الكافيين عشان الكافيين ستريت طبعا اللي كلنا بنستعملها عشان الميكانيكال فنتيليشن، طول محمد عزت طبعا هلاكوا كافيين ستريت، فنخلي بالنا دي بتعلي الايه البلاد جلوكوز. الفينتاينز اللي هي بنستعمل في حالات النيونيتال كونفالجنز ممكن تعلي البلاد جلوكوز. الاستيرويدز طبعا دلوقتي بنستعملها كتير برضو ولا انديكيشن ممكن تعلي البلاد جلوكوز. يعني دي يمكن جدول مهم قوي النيونيتال دايابيتس، يعني خدنا الحاله كديمونستريشن، احنا بنقول الدايابيتس بس هي الفكره اللي احنا عايزين نوصلها انه مش كل حالات النيونيتال دايابيتس زي ما احنا فاهمين عايزه اورال هايبوجلايسيميك. كل حالات الدايابيتس وات ايفر ذا تايب بتتعالج بالانسولين، لكن السلفونيل يوريا بس هستعمله في الحاجه اللي هي الاي تي بي اي شانل ديفكت، عشان زي ما اتفقنا بتفتح الجيتس وتطلع الانسولين من السيلز. ثانك يو فيري ماتش واسف على الاطاله. الاستاذ الدكتور اسامه منفي على المحاضره الشيقه والتي كانت بعنوان يونيتال بلاد جلوكوز هيموستاز. والان مع الدكتور استاذ الدكتور محمد عزت ومحاضره قادمه بعنوان